تقول ايه؟ ربانيون لا رمضانيون. رمضان انتهى، صيام رمضان انتهى، وصيام التطوع موجود. صحيح. ولذلك النبي قال لنا كده عشان ما نرحرحش، قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال. ليه ستة من شوال؟ كان كصيام الدهر. في ناس اوعى تكون من الناس اللي ما صدقوا ان رمضان خلص. اوعى تزعل رمضان منك، الصيام في رمضان ما تزعلوش، لا الصيام خلص وفي ستة من شوال وفي 13 و14 و15 وفي اثنين وخميس. وبالمناسبة ممكن احنا في شوال، واحنا في شوال دلوقتي في اول حلقة من اسأل مع دعاء، هدي حضراتكم فرصة جميلة جدا وانشروها لله. ايه بقى؟ ممكن اجمع الستة من شوال مع الثلاث ايام القمرية من شوال. حلو. لان يجوز ان انا اجمع بين السنن والتطوع. صحيح. بدل ما صوم تسعة، ان صمت تسعة فهو خير، لو الستة لوحديهم والثلاثة 13 و14 و15 لوحديهم خير وبركة. واحنا لكن انا ممكن اجمع ده، احنا خلاص هو ده يعني 13 14 و15 اعتبرهم بقى ايام قمرية من ضمن الست من شوال مع الايام القمرية، مع الايام القمرية، ولو وافق فيهم يوم خميس يوم او اثنين اجمع. هيبقى برضو سنة النبي. سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما بنعمل ايه؟ بيبقى اسبوع حافل بالصيام. فانت تجمع بين الستة من شوال والثلاث ايام البيض، وان شاء الله ربنا يتقبل منا جميعا. يبقى الصيام لم ينتهي. خلاص تمام يا فندم، رمضان انتهى ولا زال المصحف موجود بين ايديك. صحيح. اوعى تقفل المصحف. رمضان انتهى وقيام الليل لا زال موجودا. بص يا فندم، رمضان انتهى والله يتنزل كل ليلة. رمضان انتهى والعتق موجود. سألوا واحد من الأئمة العارفين اسمه سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، كم من العارفين، قالوا له يا إمام متى تكون ليلة القدر؟ طبعا انت مستغربة ان ليلة القدر عدت. طبعا. ايه السؤال ده بقى يا مولانا النهاردة؟ اسمعوا بس، عشان في ناس قالوا القدر خلص والعتق خلص والرحمة انتهت وخربت خلاص وسودت. لا خالص. فقالوا له يا إمام، يا أبا الحسن، متى تكون ليلة القدر؟ فقال لهم أي ليلة قدر تقصدون؟ قالوا له ها؟ هو في غيرها؟ هو في غيرها؟ لا هو أنت سألتي هو. قالوا له احنا نقصد الليلة التي يغفر الله فيها لعباده. قال لهم وفي أي ليلة لم يغفر الله فيها لعباده؟ قالوا له لا لا لا، احنا قصدنا الليلة اللي فيها عتق من النار. قال لهم وفي أي ليلة لم يعتق الله فيها الناس من النار؟ قالوا لا يا سيدي ما نقصدش، احنا نقصد الليلة التي يتنزل الله فيها على عباده. قال والله يتنزل على عباده في كل ليلة. قالوا لا 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 لا، تنزل فيها الملائكة. قالوا وفي كل ليلة تتنزل الملائكة في صلاة الفجر. قالوا لله، يعني كل ليلة فيها مغفرة وكل ليلة فيها عتق وكل ليلة الملائكة تنزل وكل ليلة الله يتنزل في الثلث الأخير. قال لهم قالوا له طب في ليلة القدر بقى انت توهتنا يا راجل. قال لهم كل ليلة يوفقنا الله فيها للقيام ويتقبل منا الدعاء ويرضى عنا فيها هي بالنسبة لنا ليلة قدر. الله، طيب حلو قوي، يعني الموضوع مفتوح اهو. ولذلك اقول ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، اللي هو رمضان. طب ننام بقى، شوف الحديث القدسي يقول ايه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. النوافل يا جماعه الطريق الى حب الرحمن لك. مش يعني الفرائض تخليك تحب ربنا. انما النوافل تخلي ربنا هو اللي بيحبك.